بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمود علي من قناة كل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله شرح جديد وشرح رائع، وهو عن كيفية تحميل وتفعيل تعليق كل من عصام الشوالي وفهد العتيبي لبيس 2017. أول شيء قبل أن نبدأ الفيديو سوف أريكم تعليق فهد العتيبي من داخل لعبة بيس 2017. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في انتظار انطلاقة المباراة الكبيرة هذا اليوم والتحدي الكبير بالتأكيد في هذه الأجواء الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي وسادتي مرحبا بكم معنا في لقاء اليوم. وركلة البداية، كروس، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كروس، ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ صنع فرصة جميلة للغاية، يعمل كل شيء هذا اليوم، الدفاع لا شيء في وجوده بصراحة، ينجح في المرور من كل المدافعين تقريبا. يلعب كرة على اليسار، لديه الفرصة الخطيرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. جارث بيل، ورجعت لكم تاني بعد ما شفنا التعليق فهد العتيبي في بيس 2017. دلوقتي نشوف كيفية التنزيل. سوف أضع لكم رابط التحميل أسفل الفيديو، سوف أوجهكم مباشرة إلى رابط التحميل، تقوم بنسخ الرابط، سوف أضع لكم أسفل الفيديو، ثم تقوم باختصار الرابط، تضغط على continue، بعد الضغط على كونتينيو سوف أوجهك مباشرة إلى الصفحة التالية. ونقوم باختصار الرابط. وننتظر هنا 5 ثواني. نقوم بالضغط على سكيب آد. نضغط على سكيب آد. وسيوجهنا مباشرة إلى موقع فايل فورنيت لتحميل الرابط مباشرة. تقوم بالضغط على الداونلود لتحميل الملف مباشرة، ثم تقوم بحل الكابتشا. كونتينيو، وتقوم بفعل آخر خطوة، وهي ننتظر 5 ثواني ونضغط على داونلود ويقوم بالتحميل مباشرة معنا. نضغط على داونلود، نضغط على بدء التحميل، وبكده يبقى تحمل معنا التعليق. بعد ما تقوم بتحميل التعليق تقوم بفك الضغط عنه ونسخ الملفات ووضعه في داتا في بيس 2017 زي وضع اي تعليق، ويشتغل ان شاء الله زي ما شفتوا معانا التعليق.
ويشتغل ببساطة جدا وبسهولة. وإذا عجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس لتتلقوا المزيد من شروحاتنا إن شاء الله.